إخوان لو عندكم تعبات 3160 وظهر الرسالة E11، لو هذا الهيبر تحتاج إلى صيانة اتصل بشركة أبسن واضغط أوكي للمتابعة. كيف تضبط المشكلة هذه؟ أنا شرحت أول بالفيديو أول عن طريق برنامج فيك ريسيت يوتيليتي، بس مرة هذه هذاك اللي ما عمل ريسيت إلا فقد 20%. الحين أنا مرة هذه أشرح لك الطريقة أصفر لك هذه 100%. خليك معي وشوف الفيديو كامل. ايوه يا اخوان، لو انتم تبغوا رقم واتساب وما زبط معك البرنامج هذه، لو انتم تبغوا رقم واتساب عشان تواصل معنا او انا بزبط عن بعد تعباتك، لو في مشكله عندك فساد دائم تسعس او لوحات الهبه، اعمل جوين ماي شانل، جوين قناعه، هو قيمه شهري قليل مره، ممكن 5 ريال لو تبغاها. ان شاء الله انتم ما تحتاج، بعد ما تشوف الفيديو ان شاء الله راح تستفيد انتم برضه. لو ما زبط معك اسال في التعليقات حتى نعطي جواب ان شاء الله. هذا المجلد، تفتح المجلد يا اخوان، اضغط اول واحد اختيار، قول الابليكيشن ترخيص ما في، تضغط موافق، اوتوماتيك اللي ينسخ هذه رقم الجهاز. تدخل مجلد تحت كيجن وشغل الكيجن، هذه اللي انا شغلتها، اضغط اول اختيار لايسنس مانجر، هنا ابغى اضيف لايسنس، اول اختيار فوق اليسار اد لايسنس، اضغط عليه، اكتب هنا اي اسم، اسمك واسم، اكتب تحت اي اسم الشركة والهاردوير اي دي، تضغط يمين عليه وعمل لصق. هذا متى لصقته؟ هو لما هنا فتحت برنامج اول، عمل لصق اوكي. حدد هنا ديت اكسبيريشن، تاريخ الانتهاء، حدد هنا 2024 او اي تاريخ بعد 4 شهر 5 شهر كيفك، اضغط عليه موافق، هذا يس تمام. جاء هنا الترخيص، اضغط عليه ترخيص، خليه مضغوط، هنا اضغط عليه جنريت لايسنس كي وتضغط موافق، هذا عمل احفظ الترخيص في المجلد. انا بوريك الحين، سكر هذه، سكر هذا اللي فوق، هذا جاء هنا، اضغط كل ملفات من هنا واضغط يمين عليه وعمل نسخ تمام. ترجع وتطلع فوق مجلد، وهنا مكان فاضي، تضغط يمين وعمل لصق، وتضغط على بيست، عمل لصق، وحدد هنا اول اختيار كوبي اند ريبليس، يعني انسخ كل ملفات. الحين شغل البرنامج اللي هذا اللي احنا شغلته اول، اضغط موافق، اطلع معك البرنامج، اضغط هنا سلكت، هو تابع خليه محدود 3110 اي دي، تحت هذا منفذ اخر واحد تلغاها، منفذ اللي عملت اللي احنا نسوي تعريف، هذا 3160، تضغط عليه وتضغط زر اوكي تمام. بعد كده تضغط هنا بارتيكولار ديسمنت مود اليمين، تطلع هنا تحت فيست انك باد كاونتر، تضغط عليه وتضغط موافق، وبعدين تضغط هذا مين باد كاونتر وبلاتن باد كاونتر، واضغط على تشيك عشان شيء كم في المية مليان. اوكي هذا طلع 100% مليان و80% مليان، ماشي يا اخوان. هنا هذا اللي احنا صفر، حدد كله 2 هذه. بعد كذا تضغط على انيشيلايز تمام، وبعدين طلع الرسالة معك اوكي بتن از كليكت كاونتر ويل بي انيشيلايز، اضغط اوكي. الحين يقول بليز ترن اوف برينتر، هذا افصل السلك حق الطابة، هذا الحين راح افصل السلك. اوكي انا فصلت السلك، شبك مرة ثانية، تضغط هنا اوكي وهنا كمان اوكي، وطابة راح يشتغل الحين. لو هنا اشيك مرة ثانية، مثلا اضغط مين باد كاونتر وبلاتن باد كاونتر، لو انا عملت شيك الحين طلع 0%، 0% يعني راح صفرت الحين، كان اول 100% مليان، وهنا تعبى برضه جاهز. هذا هو طريقة سهل جدا. لو عندكم في سؤال اخر بالخصوص التعبى هذه او تعبى اخر اي موديل ابسن، اسال في التعليقات تحت ونعطي جواب ان شاء الله.